وحادي الرجاء يحدو بركاب سيره. وكلما قوي الرجاء حينئذ جد الأبد في الأمل، وتارة يتجلى جل في علاه بصفات العدل والانتقام والغضب والعقوبة والسخط، فتنقمع النفس الأمارة بالسوء وتقطع أوتار خطواها من الشهوة المحرمة. ويتجلى ربنا تبارك وتعالى بصفات الأمن والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، فتنبعث من النفوس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للفرد والاجتناب للنهي. وفي آيات أخرى يتجلى الخالق سبحانه لعباده بصفات السمع والبصير والبصر والعلم، فتنبعث من الأبد قوة الحياة، فيستحي حينئذ من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي الأبد في سريرته ما يضبطه عليه ربه، فتبقى حينئذ حركات الأبد وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع. وفي آيات أخرى يتجلى العظيم بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصرته لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة بهم، فتنبعث من الأبد حينئذ قوة التوكل على الله جل وعلا والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به سبحانه وتعالى. فالتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله جل وعلا وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. ألا فحركوا بهذا القرآن العظيم قلوبكم، ألا فحركوا بهذا القرآن العظيم قلوبكم، وعظموا به خالقكم، وزكوا به جوارحكم، وهذبوا به أخلاقكم، واجعلوه في حياتكم كالروح للجسد والماء الأب الطيب للأقشام، اتخذوه نورا يضيء طريقكم. قال جرير بن عبد الله: أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن، فإنه نور بالليل مظلم وهدى بالنور. فيا أيها المسلم اقرأ كلام ربك وقلبك فارغ من كل شيء إلا من الله جل وعلا ومحبته وتعظيمه والانكسار إليه والرغبة في فهم كلامه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال سليمان الخواص: قلت لي